لان المخدرات في بدايه التعاطيه بتبقى ليها نشوه. جسم نظيف بيتعاطى مخدرات بيبقى لها تاثير في اي اتجاه انت عايزه، لكن بعد ما يدمن خلاص هو ده بيتحول الى ماساه. ماساه كل المقاييس. اللي بياخد المخدرات عشان الجنس هو بيفقد هذه القدره تماما بعد فتره بيفقدها تماما تماما صفر. وهكذا. فيعني اللي انت بتتعامل معاه باعتبار او اللي حد بيتعامل معاه باعتبار ان هو بيجيب له متعه، فهي متعه مؤقته بتتراجع لغايه ما توصل للصفر. يا فندم بتوصل لصفر خالص. مش يعني وبيفقد القدره اصلا.